السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جال تيست، جهاز تشخيص الأعطال مالتي براند، متعدد البراندات أو بيتعامل مع أكتر من براند. النهاردة هنتكلم عن حتة الكفرج بتاع الجال تيست، يعني عايز أعرف الجهاز ده بيدعم المعدة اللي أنا شغال عليها ولا لأ. من خلال موقع جال تيست نفسه بدخل على حاجة اسمها دياجنوستكس، من الدياجنوستكس بدخل على الرخصة اللي انا بسأل عنها. لو انا بسأل عن حاجة نقل تقيل او اتوبيسات او نقل خفيف، هدخل على الرخصة اللي سي في كوميرشال فيكلز او الشاحنات التجارية. لو معدات زراعية او جرارات، هدخل على الاي جي في اجريكلتشر فيكلز او او اتش دبليو اللي هو اوف هاي واي اكويبمنت اللي هو المعدات الثقيلة، او ام اتش اي ماتيريال هاندلنج اكويبمنت، او المارين لو معدات بحرية. مثلا على سبيل المثال لو هدخل على السي في اللي هي الكوميرشال فيكلز، المعدات او الشاحنات التجارية او النقل الثقيل، هي طبعا تشمل النقل الثقيل والنقل الخفيف والاوتوبيسات واللايت تراكس، بتشمل 212 براند. البراند ده يعتبر مرسيدس براند، المان براند، الفولفو براند، ويندرج تحتها موديلات كتير، يعني بيغطي 212 براند وبيغطي 5911، يعني ما يقرب من 6000 موديل. طبعا اكتر من 28000 او ما يقرب من 29000 دياجرام توضيحي. طيب انا هدخل بقى على النقطة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الكفرج، اللي هي مثلا سواء مثلا في دي لايت تراكس ربع نقل، لو انا عندي ربع نقل عايز اشوف الجهاز بيدعمه ولا لا. خلينا في النقل الثقيل اولا اللي هو السي كفرج. طبعا انا بفايند اوت اول اور كفرج، طبعا انا بختار المكان بتاعي، يعني ايجيبت لو انا في مصر اللي هو اليونايتد اميريتس، او في الامارات، عمان لو انا في عمان، بختار البلد بتاعتي بمعنى اصح، وبكتب هنا البراند او الحاجة اللي انا ببحث عنها. مثلا على سبيل المثال مرسيدس اروكس مثلا، ممكن اكتب اروكس مباشرة فيظهر عندي اللي هو النقطة اللي هو طبعا بيعمل سيرش لسه، هيظهر عندي الموديلات اللي بيدعمها في الاروكس، اذا كان بيدعم الاروكس اولا ولا لا، وايه الموديلات اللي بيدعمها في الاروكس. ده على سبيل المثال هنا بيقول لي مثلا ان هو بيدعم الموديلين دول. بدخل على الاروكس الاولاني 64، وبدخل بقى بيجيب لي قائمة كده ايه الحاجات اللي بيوفرها لي. بيوفر لي حاجة اسمها اي دي اس سيستم، بيوفر لي حاجة اسمها مانوال بروسيس دياجنوستيك، تشخيص اعطال، ميجر فاليو، الكومبوننت اكتويشن، تفعيل الاجزاء مثلا لو دواسة الدبرياش مثلا ايا كان قصة، يعني اي حاجة هفعلها في العربية بتاعتي، تكنيكال داتا عن العربية، بعمل ريسيت، بعمل كاليبريشن معايرة، بارامترز بغير في البارامترز او بشوفها، اي سي يو داتا، معلومات عن الكنترول بتاعي، وايرنج دايجرام، وهكذا. نرجع تاني طبعا هنا بيوضح لي بقى ايه الكنترولات والحاجة اللي بيوفرها في الحاجة اللي احنا كنا بنتكلم عنها فوق. يعني مثلا دياجنوستيك بيوفر للكنترول ده دياجنوستيك، هنلاقي مثلا دياجنوستيك اللي هو علامة السماعة كم كنترول، هلاقي في الغالب اغلب الكنترولات بيوفر للدياجنوستيك بتاعها. لكن في حاجات تانية مثلا هلاقي زي يعني الجزء ده ايه، اي سي يو داتا، بنشوف الشكل بتاعه ده اي سي يو داتا. البارامترز مثلا اللي هو الشكل ده، اللي هو الشكل ده، يبقى بيوفر بارامترز الايه، في حاجات معينه بيوفر لها بارامترز، مثلا اللي هو ده مثلا ايه، يعني الانتي سيفت مفيش بارامترز، او ما هو مش بيوفر لها بارامترز، بيوفر لايه، ده الشكل بتاع البارامترز. احنا ما قلنا ده الكاليبريشن، طبعا ده البارامترز، بيوفر للبريكس والسنترال، السنترال كمبيوتر سي جي دبليو، بيوفر طبعا ننزل تاني بالسهم ده كده وهكذا. انا اعرف كل الكلام ده من خلال الجدول بتاعي، اشوف انا بيدعم ايه بالظبط في العربيه دي. تمام، ده الكفرج كموديل. وفي نفس الوقت يعني هنا ايه، ندخل مثلا على الاجريكلتشر. تمام، ممكن اختار تراكتور اللي هو جرار، واشوف برضو الحاجه اللي انا بدور عنها. مثلا على سبيل المثال هو جيب لي انواع كتير. تمام، ممكن ارجع تاني بقى ايه، اعمل سيرش اهو موجود هنا في الجزئية دي. ممكن ادخل هنا مثلا اكتب جون دير مثلا واعمل سيرش،
بيعمل سيرش طبعا بيقول لي جون دير تراكتور، جون دير او اتش دبليو، جون دير وهكذا مثلا تراكتور، ممكن ادخل على دي عشان يدخلني على التراكتور على طول. ده ببساطة ان انا ازاي اعمل على اوصل للكفرج بتاع الجهاز بتاع الجيل تيست على المعدات اللي انا شغال عليها، كل دي معدات جون دير تراكتورات. تمام، كل بساطة لو عايز ادخل على الاوف هاي واي تمام، عايز ادخل على الماتيريال هاندلنج، هدخل على المارين، كله بنفس الخطوات دي، ان انا ادخل على الرخصة من خلال الكفرج بتاعها وابحث في الحاجة اللي انا عايزها مثلا، او حاجة تهمني شغلها او موجودة عندي وشغلها بكثرة لو انا مركز صيانة او شركة وعندي معدات بنوع معين عايز اعرف الجهاز بيدعمها ولا لا، بدخل من خلال الموقع على الدياجنوستيك، من الدياجنوستيك بدخل على الكفرج زي ما احنا دخلنا كده، ودخلنا على اللي هو الحاجة اللي انا عايزها اذا كان سي في او اي جي في او اتش دبليو، واعمل سيرش داخلها بالحاجة بتاعتي. لو ممكن اختار ابحث بالموديل الاساسي اللي هو مثلا جون دير او كاتر بيلر او دوسان او كواساكي كوماتسو، او بعدين ادخل على اللي هو السب براند او اللي هو الموديل، او ممكن ابحث مباشرة بالموديل وهيظهر لي برضو النتيجة على الموقع بتاعي. اتمنى يكون وصلنا معلومة مفيدة عن جهاز الجيل تيست.